للحديث عن مأساة غرق العشرات من اللاجئين والمهاجرين السوريين واللبنانيين في البحر المتوسط قبالة سواحل طرطوس السورية، معنا من هاتاي الإعلامي السوري الأستاذ مصطفى النعيمي. أستاذ مصطفى، بداية مرحبا بك. أعداد الضحايا في المركب الغارق في ازدياد، كيف تصف ما جرى قرب السواحل السورية، ولماذا وما الذي منع النظام السوري من التدخل لإنقاذهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتك دكتور سمير والسادة المشاهدين الكرام. نعم، لا شك أن النظام السوري هو من قام بتهجيرهم عبر مراحل زمنية متعددة. السوريين متواجدون في لبنان، ما الذي دفعهم إلى هذه الهجرة القاسية جدا في ظل وجود هنالك الكثير من القوارب قد غرقت؟ أعتقد أيضا النظام القائم وهو نظام ميليشياوي الذي يقود البلاد هو أحد أهم تلك العوامل التي دفعت هؤلاء اللاجئين إلى الإقدام على تلك المغامرة المميتة. وبوجه التحديد هنا أتحدث عن ميليشيا حزب الله اللبناني. كذلك أيضا هنالك بعض الأجهزة الأمنية في لبنان، كبعض السجون التي أنشئت مؤخرا وبعض السجون الموجود فيها الكثير من اللاجئين، والكثير منهم قد تم إرسالهم من النظام السوري، وبوجه التحديد سجن رومية. هنالك العديد من اللاجئين السوريين يتم اقتيادهم من هذا السجن، ومنهم يتم تحويلهم إلى سوريا إما عن طريق بعض المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها ميليشيا حزب الله اللبناني، كذلك أيضا الطرف الآخر مخابرات الجوية للنظام السوري. وبذلك لا يكون أمام هؤلاء اللاجئين سوى الإقدام على الخروج من لبنان إما عن طريق البحر وإما عن طريق دفع مبالغ مالية طائلة من خلال التهرب عن طريق الطيران أو الخطوط الجوية الأخرى. لذلك أعتقد بأن المجتمع الدولي اليوم ما زال يحاول بمحاولات خجولة من أجل معالجة الأعراض، بينما الأسباب ما زالت موجودة. النظام السوري ما زال قائما، كذلك أيضا النظام اللبناني، وأقصد به هنا هيمنة الميليشيات ما زالت قائمة. غياب الدولة في الداخل اللبناني هو أحد أهم تلك الأسباب، خاصة وأن هنالك بعض الذين قد تم إنقاذ تم تأكد من جنسياتهم من الغرقة هم من الجنسية اللبنانية، كذلك أيضا الجنسية الفلسطينية إضافة للجنسية السورية. هنالك معلومات تشير إلى أن هناك جنسيات عربية أخرى كالجنسية الليبية والسودانية. بمعنى آخر، اتساع رقعة وحجم هذه التجاوزات للنظام القائم في لبنان أعتقد هي أهم تلك الأسباب. لكن حتى هذه اللحظة كيف لمنظمات دولية أن تدخل إلى الميدان لتجري بعض التحقيقات في ماهية تلك الزوارق التي خرجت؟ وهل هؤلاء الذين قاموا بتهريب هذه الزوارق بالتواطؤ مع الحكومة اللبنانية؟ هل هذا الأمر أنها حالة فردية؟ أستاذ مصطفى، هل هذا الأمر جديد؟ يعني أصبحت هذه الحوادث تتكرر، المنظمات الدولية أيضا تلقي بالكشف على هذه الجرائم التي تحصل، وحتى أن السوريين واللبنانيين ما كانوا ليغامروا ويخاطروا بأرواحهم لولا أن هناك انتهاكات تحصل في حقوق الإنسان داخل سوريا ولبنان على يد الأنظمة التي فيها. ترى المجتمع الدولي لماذا يغض الطرف عن محاسبة النظامين السوري واللبناني؟ أعتقد أنها المسؤولية جماعية، ربما بالمرحلة الأولى هي على عاتق المجتمع الدولي بالدرجة الأولى، ومن ثم ثم الأمم المتحدة وصولا إلى منظمة الهجرة الدولية. هذه الجهات كلها بشكل أو بآخر بعملية غط طرفها هي جزء من المسؤولية، تتحمل جزء أكبر من المسؤولية من خلال عملية تعطيل ملفات هؤلاء اللاجئين وعدم تقديم الرعاية الكاملة لهم. يعني عملية أحراق المخيمات، الكل يتذكر ما يحصل في داخل المخيمات من خلال سلوكيات وعنجهية حزب الله اللبناني، وعملية التحريض التي تجري على اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان، وعملية أحراق المخيمات وقتل الكثير من السوريين داخل السجون، والتعامل بقسوة مع من يعمل لديهم سواء كان من خلال القطاع الخاص، كذلك أيضا التظاهرات أو بعض التجمهر لأنصار حزب الله اللبناني ومن خلال تلك التظاهرات يوجهون رسائل بأنهم لا يقبلون بوجود السوريين، وأنهم سيقومون بمحاسبة السوريين، وأنهم سيقتلون السوريين. إضافة لكل تلك المأساة في الداخل اللبناني، أيضا لبنان الدولة اليوم يعاني من مشاكل كبيرة على صعيد الاقتصاد. يعني هنالك الكثير من المودعين في البنوك اللبنانية اليوم لا يستطيعون سحب أموالهم من داخل هذه البنوك. لذلك أعتقد بأن تداعيات تلك الأزمة أيضا ألقت بظلالها على الواقع اللبناني ذاته. يعني نحن نتحدث اليوم عن من سقط من اللبنانيين نتيجة لهذه
لهذه الرحلة الغير يعني غير منضبطة، أعتقد هي أهم تلك الأسباب هي عوامل اقتصادية. كذلك أيضا طرف حزب الله اللبناني بالقوة العسكرية يدخل عناصره إلى كل البنوك ويسحب الأموال أمام مرأى ومسمع. وكذلك أيضا تفضل لك يا دكتور. رغم أن الدوافع التي دفعت بالكثير من اللاجئين والمهاجرين للإلقاء بأنفسهم في الموت في البحر لأسباب اقتصادية داخل بلدانهم، يتحمل مسؤوليتها النظامان السوري واللبناني، ولكن هناك بروباغندا إعلامية ينتجها النظامان يحملان الثورة السورية المسؤولية ويحملان التظاهرات في لبنان المسؤولية كذلك عن غرق هؤلاء المهاجرين. ترى إلى أي مدى نجحت هذه البروباغندا الإعلامية وهذا الترويج الإعلامي للنظامين؟ لا أعتقد بأنها نجحت أو انطلت على الكثير من اللبنانيين، وإنما هنالك بعض المنتفعين من ميليشيا حزب الله اللبناني وكل المنتفعين من الأذرع الولائية على شتى على الساحة السورية والساحة اللبنانية. فهنالك الكثير ممن يعني يتلقون الدعم الكامل من خلال هذه الميليشيات، ربما هم يروجون لتلك البروباغندا ويحملون على يحملون كل فشلهم على شماعة الثورة السورية، بينما في حقيقة الأمر هم من تسبب، من يحتل مدينة القصير اليوم؟ أليست ميليشيا حزب الله اللبنانية التي ترفع شعارات طائفية على مساجد اللبنان على مساجد السورية؟ من هجر السوريين من هذه المدن والبلدات على الشريط الحدودي مرورا بمدينة القصير وصولا إلى القلمون؟ كلها من قام بكل تلك المجازر وعمليات التهجير الديموغرافي هي أسباب وجود حزب الله اللبناني بالدرجة الأولى، ومن ثم الأذرع الولائية متعددة الجنسيات وعلى رأسها حزب الله طيب. فيلق القدس الإيراني، كذلك فاطميون زينبيون. لا أمام كل هذه أمام كل هذه الفواجع أستاذ مصطفى، لماذا يسارع أو تسارع أنظمة بعينها للتطبيع مع النظام السوري رغم كل هذه الانتهاكات بحق الشعب السوري واللبناني أيضا؟ هذه الأنظمة نعم هذه الأنظمة التي تسارع لعملية التطبيع مع النظام السوري هي أنظمة يعني بوجه التحديد هي يعني هي بذات المسارات، يعني أنظمة دكتاتورية بنيتها الأساسية انقلابية، يعني بدأت من خلال يعني الدماء أو من خلال انقلابات دامية حصلت في تلك الدول وقاموا بتولي السلطة في تلك البلدان. لذلك هي تنتهج ذات النهج من خلال دعمها للأنظمة الفاشية التي قامت بحكم سوريا على مدار يعني العصور السابقة. يعني أنا أتحدث عن قرابة 50 عاما وميليشيا أسد أو ميليشيا عائلة الأسد ما زالت موجودة. النظام السوري بحد ذاته عملية ترويجية وإعادة تدويره إلى المجتمع الدولي بالدرجة الأولى يتحملها المجتمع الدولي ومن ثم المنظمات الحقوقية. يعني ما أظهرته الصور التي سربها الشاهد قيصر أمام ومرأة ومسمع من العالم، آلاف الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية أيضا في منها غاز السارين، غاز الكلور، وغاز الأعصاب وغيرها، غاز الخردل، كل تلك الجرائم الموصوفة والدقيقة جدا والتي قام بالتحقيق فيها بعض من اللجان الدولية كلجنة تقصي الحقائق، لجنة يعني بعض اللجان المختصة في متابعة الأسلحة الكيميائية، منظمة الحظر للأسلحة الكيميائية. كل ذلك يعني سحبوا بعض مكونات المخزون الذي استخدمه النظام السوري، بينما بقيت الأجهزة التي تصنع أو تقوم بعملية تركيب هذه المواد السامة وضرب السوريين فيها. آخر تلك الضربات ضرب استهدفت فيها محافظة حماة وحتى رياف إدلب الجنوبية، وما زال حتى النظام الروسي اليوم يروج البروباغندا بأن المعارضة تستخدم أسلحة كيميائية في استهداف قوات النظام السوري. بمعنى آخر أن المجتمع الدولي هو بالدرجة الأولى هو الذي يتحمل مسؤولية التراتبية، ومن ثم باقي الدول المعنية بحقوق الإنسان. نعم، من هتاي الإعلامية السوري الأستاذ مصطفى النعيمي، شكرا جزيلا لك.